اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم اسواق مع علاء. هذا الاسبوع سبعان خبيرات، نتبعوا العناوين وراجع عليكم، ما تنسوا الفيلم. لاول مره ايهاب امير يكشف تفاصيل حصريه عن زوجته وحفل زفافه ويغني للبطاله. بعد توجيه تهمة القتل العمد لزوجها فادي، نانسي عجرم مهددة بالقتل. من المغرب ردت فعل غريبة وصادمة للفنانة المصرية زينة بعد سؤالها عن تطورات قضيتها مع طليقها أحمد عيسى. عدوى هوليود سمايل تنتقل للمشاهير المغاربة، فيا ترى من توفق ومن أخفق؟ سكوب بعد صدمة طلاقها أصالة نصري تغني أغنية مغربية مع أسماء المنور. سلمى رشيد تعلق على بونج المؤخرة وتقصف دنيا بطمة. خبرنا الأول السيدي غادي يكون مع الفنان إيهاب أمير، فبعد ما شغل خبر زواجه مواقع التواصل الاجتماعي لأسابيع، اليوم جبت لكم الخبر الأكيد. إيهاب أمير تزوج ودار عرس صغير بينه وبين حبابه في مدينة أشبي. بغيتوا تعرفوا تفاصيل أكثر؟ نتبعوا هذا الفيديو ورسائل لكم. إيهاب مرحبا بك. الله يطول عمرك. الجديد ديالي وقريب إن شاء الله اللي غيكون على موضوع اجتماعي إن شاء الله اللي هو البطالة. يعني أنت كتختار مواضيع اللي هادبة ماشي من أجل الغناء فقط. أكيد، فبغيت ملي نوصل لواحد لاج يكون عندي واحد كارير زوين، نحاولوا نغيروا شويه ما نبقاوش غير في موضوع معين، فنحاولوا نديروا مواضيع اللي كتهم الشباب واللي كتمس المشاكل اللي كيعانوا منها البلاد. واخا الحب انا ماشي عيب اننا نغنوا على الحب، الحب هو كاين حب الوالدين، كاين حب كاين الحب حب الزوجه ديالك، حب الزوجه خاصه. اكيد عرفنا انه دولتي ودير شي حفل صغير اختصر غير العائله، حدثني على هذه المناسبه. نقول لك انا واحد الشخص ترونكيل ود اسفي، ما عنديش مع الاختلاط بزاف، شاد قاري، درت شي حاجه درتها بين العائله وداك الشيء كيخصني انا ما تيخصش حتى شي واحد وصافي. هادشي اللي كيخصك الفنانة؟ لا ما عنديش انا مع داك الشيء، انا كتشوفني ما كنمشي اختلاطات، ما كنمشي انا بوحدي شاد قاري، بغيت نبقى هكا تيديو الامانه امانته. الحادثه اللي وقعت في فيلا نانسي عجرم، هذا الموضوع مازال كيشغل الراي العام وفي دائره الاهتمام، خاصه ان الفيسبوكيين المتبعين كل كبيره وصغيره في هذا الملف. فبعد ما نزل صحفي سوري فيديو كيتهم فيه نانسي عجرم بالتورط في قتل الشاب اللي دخل الفيلا ديالها، كيأكد لأنه من القرية ديالو أنهم كيآمنوا بالتعر وغادي ياخذ بالتعر ديالو خلال الشهر. هذا الفيديو هذا خلق صدمة كبيرة في الوسط الفني وخلى نانسي عجرم تنزل صورة مع بناتها وادعي الله يحفظ لها بنياتها. إيوا نانسي الله يخرج تاويلك على خير، وما كنتمناو دوز هاد السحابة وما يوقع والو، وخا الملف ديالك فيه بزاف ما يتكال، وغنرجعوا لتفاصيل حصرية في الحلقة الماضية. ونبقاو دائما في الخبر الدولي، وهذه المره مع الفنانه المصريه زينه. فخلال تواجدها في المغرب من اجل تكريمها كاحسن فنانه سنه 2013 سولناها على تطورات قضيتها مع الممثل المصري احمد عز والاب لطفليها التوأم. ردت فعل زينه كانت صادمه وغريبه، وتصريحها لنا صدر عناوين الصحف العربيه والترند المصري. لنتابع. زينة كنعرفوا ان انت اليوم كتعيشي الامومه والابوه مع وليداتك، انت الام والاب، حتينا علاقتك بالوليدات ديالك وتطورات قضيتك مع احمد عز. بص اقول لك على حاجه، دي حاجات خاصه احنا ما نتكلمش فيها، انا مش جايه هنا محكمه، انا جايه تكريم وبلد ظريفه وبنتكلم عن الفن، فانا مش عايزه ان حد انا ما بتدخلش في حياتك الخاصه عشان تتدخل في حياتي الخاصه، فمش مسموح اي اسئله خاصه، انما حاجه كده لا. ليه علاء كده؟ زعلتني والله منك. لا وشرار خلاص. ماشي. الكابسول ديال هذا الاسبوع غناقشوا من خلالها ابتسامات المشاهير، فمجموعه من الفنانين المغاربه وصلاتهم هذه العدوى وكيحاولوا انهم يحصلوا على هذه الابتسامه وكيحطوا عليها الزبابل ديال الفلوس. اليوم غنمشيو عند مختص في طب الاسنان والجراحه اللي غياكد لنا شكون في الفنانين اللي كانت الابتسامه ديالهم موفقه وشكون غير خسر فلوسه، كون غير خلى اسنانه الاصليين. لنتابع هذا التقرير. دنيا باطمه، انا نهضر نحترمها كشخص بيانسور كنحترمها، مي انا كنهضر في الجانب الطبي والصحي. عندها مثلا كنشوف في التصويره عندها اسنانها خارجين بزاف، يعني اول حاجه كان خصني نديرو دير لا راديو ديالها ودير تقويم ديال الاسنان ديالها، لانه الاسنان ديالها خارجين، دير لهم تقويم الاسنان بما يتسمى الاورثودونتي يتقادوا ابخي عاد دير هي لهاد الهوليود سمايل اللي بغات، ماشي هذاك الهوليود سمايل انا ندير اسنان بويض وصافي. هذا خطا كبير وهذا هو الغلط اللي داينو المغنيين والممثلين والمشاهير. بالنسبه لسلمى رشيد هذوك جاوها زوينين، هذوك انا ما نقدرش ننتقدهم حيتاش خدمه زوينه، المقياس بالضبط على حسب الفنانه سلمى رشيد، هو اللون تناسق مع وجهها والفورما تاعهم تناسق كل شيء، داكشي يعني تبارك الله جاها زوين. بالنسبه لهاد الاخوين هادو وريت شفت ديجا الصور ديالهم، نورمالمون هادو مشاو دارهم في تركيا، داروا خطا كبير لانه في تركيا هذوك ماشي هوليود سمايل، ما نعرف شنو مركبين لهم في امهم كيتسموا هوليود سمايل، راه
اللي هو الزمايل خص تكون الماده باش مصنوعه، واش بالايماكس واش بالزيركون واش واش واش، فهمتيني؟ راه ماشي غير نجي ندير لك سنديلك ما عرفش شنو نحط لك فمك بحاجه بيضاء وتقول لي اوه هوليود سمايل، هذا خطا. يعني انا كنت اسف لهذوك الاخوين، تعدوا على راسهم بزاف، تعدوا على راسهم بزاف، ومشاو داروا هوليود سمايل، عطاو راسهم داروا هوليود سمايل، ولكن غادي يشوفوا المشاكل ديالهم مع الوقت. الاسنان غادي يكونوا حساسين عندهم، غادي يشوفوا مشاكل ديال اللثة مع الوقت، اللثة غادي تبدا تبدل اللون ديالها، النزيف دموي غادي يكون. من بعد تداول خبر استغناء قناه الام بي سي على الفنانه اللبنانيه نانسي عجرم في برنامج دو فويس، تلاقينا مع الفنان حماقه اللي اكد لنا بشكل حصري ان هذا الخبر عاري من الصحه، ونانسي مازال غتكمل هذه الحلقات اللي بقاو ليها. ولكن غير بيني وبينكم، فاش من نفسيه نانسي غتحكم على الفنانه؟ يا ودي نانسي حكمها على راسك، والله يخرج عاقبتك على خير. السلام عليكم حماقه. عليكم السلام. مرحبا بك المغرب. انا بحب الشعب المغربي جدا وبحب المغرب جدا. حماقين بغينا ناخذ رايك في قضيه صغات الفنانه نانسي عجرم، خصوصا انها معاك في دو فويس، واش بصح غادي نحيدوها من البرنامج؟ الحقيقه نانسي يعني اللي انت بتقوله ده الحقيقه انا ما سمعتوش، انا بسمعه منك لاول مره. موضوع دو فويس ان انا بسمعه منك لاول مره، لو كان في حاجه من الكلام ده انا كنت اول واحد حعرفها، اكيد كنت حعرف قبلك، ما فيش حاجه من ده. انا اهم حاجه بالنسبه لي اني بقول انا طول الوقت بقول نانسي الحمد لله انها في امان، والحمد لله انها بخير، هي وعائلتها واولادها وجوزها، وان شاء الله الازمه دي تعدي بسرعه على خير ان شاء الله، وما تاثرش فيهم وما تسيبش فيهم اثر سيء. خبرنا هذه المره كيخص الفنانه السوريه أصالة نصري، فبعد ما تخطات أزمة الطلاقه من المخرج طارق العريان، مصادر مقربه منها اكدت لنا ان أصالة كتوجد اغنيه وباللهجه المغربيه والاول مره، والسكوب هي انها غترافق فيها اسماء المنور، اغنيه من كلمات والحان مهدي مزين. ايوا شتو الفنانات اللي كيجيبوا علاقات زوينه، هاي غتغني مع أصالة نصري. وفقرة خارج البلاطو لهاد الأسبوع غيكون لنا حوار مطول مع الفنانة سلمى راشد اللي كشفت لنا على جديدها وقضية البونز اللي خلقات بوز كبير. بغيتي تعرفوا هاد التفاصيل كاملة؟ لنتابع. شوف انا بغيت نقول واحد الحاجه، انا ما تعجبنيش اولا نرد على هاد المواضيع، بالنسبه ليا تافهه صراحه، لكن غادي نجاوب على بعض العقول التافهه فقط. راضي على خلقتي، على وجهي، على ملامحي، على جسمي، واثقة من نفسي 100% الحمد لله. هو أنني كنت يلا والدة تقريبا بأربع أسابيع، فكنت طبيعي مازال منفوخة يعني كأي مرأة يلا والدة، وكنت لابسة يعني مشد لابسة جين تحت الفستان جين شوخت ندخله الكريشة وهي كيف ما جمعت الكرش برزات مناطق تانية. انا الحمد لله ما احتاجتش البونج. ايوا سيدنا حتى لهنايا ما بقى لي غير نقول لكم حقنا وصلتنا، حتى كنضرب لكم موعد الاسبوع القادم مع قبيله جديد اسواقها معنا. السلام عليكم.